العصفور. طب هات كيس بقى، هات كيس. بادجي لا ده هيعطك هيعطك هيعطك. جايب عند جابوا بنته من اليابان، معرفش لقيته طاير وقع قدامي هنا كنت ماسكه. طب ممكن اشوف عجبك لونه؟ ها انا هنسأل على اصحابه الاول، هنسأل الناس اللي ورا دول. احنا مروحين هنسأل على اصحابه. بيعمل له 25 جنيه 30 جنيه 50 جنيه كتير، بس واضح انه ذكر عجوز، يعني ذكر عجوز مش ذكر عجوز صغير. عجوز ايشو راح ده بس يعني ده ما اتجوزش، ده اتمرمط اتجوز ده بس شكله متمرمط، ده متمرمط ومصدق ان هو. انت عارفه بقى ان الذكر ده لو حطيناه مع نتايه مع الفراخ بتاعتها هيموت الفراخ بتاعها؟ ممكن. ده لازم يتحط في قفص لوحده؟ ما في قفص لا ده انا عندي قفص تاني. عايزين بس نجيبوا له اكل واحنا ماشيين. احنا كده كده هنجيبوا اكل العصافير واحنا ماشيين. طيب احنا لينا العصفوره دي؟ تمام. انت قلت لي دي انتاي؟ دي انتاي. طيب ايه اللي عرفك ان انت ده كير ازرق؟ كير ده بني. ده مش كير ازرق، كير ده بني. وريهولي كده. ده كير بني ماشي. اهو جزار انها تعبانه جامد. جزارك انت في الشارع اللي ورا صح؟ صح جدا تعبانه جامد. جزار بقى لها كذا يوم مطلوق مش يوم واحد. الرابع مع عبد الرحمن كده بالكادر. بص حضرتك ده كير بني، ده الكير ده بني مش ازرق. مش ازرق عشان كده انا كير بني. دي انتهي كير دي ازرق. ازرق لون زرق جافل غامق جامد مش فاتح كده زي شايف انت الزرق اللي تحت دي. دي كده انتهي مش دقر. دي انتهي مش دقر. لان دي كده كير بني مش دقر. تمام. ودي مطلوقة من صاحبها. دي مطلوقة من صاحبها. اما لو لقينا صاحبها يجي ياخدها مننا. تمام. لان دي مطلوقه لان النتايه دي جعانه جامد لحد دلوقتي باين عليها انها اصلا ما كلتش. ما كلتش بقى لها كذا يوم. مرهقه. مرهقه جامد. اما هنفكرها ونشربها ولما يجي صاحبها ياخدها. لازم. طبعا احنا في القناه، القناه طبعا معروفه في المحموديه، اي حد من المحموديه يجي يتواصل معانا وياخدها ما عندناش مشكله. انت هتدينا كيس كلفه. خدت كيس كلفه؟ تمام. مكونه من ايه بقى الكلفه؟ الكلفه هنا مكونه من بلكم وتنيبه وفلاريس. الكيس ده ب 10 جنيه. الكيس ده ب 10 جنيه. ده يكفيها قد ايه مثلا؟ لا يقعد مع النتاية اسبوع 10 ايام بس عشان تاكل حاجات بسيطه يعني مش بتاكل اكل يعني. طيب انا هسالك بقى سؤال خاص بيا يعني. تعالى يا معلم بس جوه كده عشان الشارع والدوشه. دلوقتي انا كان عندي نتاية وذكر ونتاية طلعت فعلا. تمام. بتطلع على طول يعني والذكر طار. ما ينفعش بقى اجيب ذكر جديد الا لما الفراخ تكبر. لازم الفرخ يكبر الاول. طب يولف عليها بعد قد ايه؟ يعني لازم ولا اطلع من الفراخ ذكر؟ لا. حلو. انا عاوز النقطه دي عشان دخل ذكر ابنها عايز يقعد على الاقل 6 اشهر. بالظبط. تمام. هتوقف ان ده 6 اشهر؟ لا مستحيل. مستحيل. اقل ما تجيب لها ذكر في خلال اسبوع او 10 ايام هيكون ولف مع النتايه وهيشتغل، بس على شرط تجيب قفص تاني تحطه قصاد الايه؟ الذكر قصاد النتايه في قصاد بعض. ما ينفعش احطه مباشره لا لا ما ينفعش تحطه مباشره لان النتايه اصلا معاها في العيال عش اولا. ثانيا ما ينفعش الذكر هو اللي يخش النتايه، لازم النتايه اللي تخش الايه؟ الذكر. تمام. لازم الذكر النتايه اللي تخش على الذكر مش الذكر اللي يخش على النتايه، لان الذكر لو دخل على النتايه في مكانها هي اللي هي متربيه فيه ومتعوده عليه مش هتضربه وهتقتله، ممكن تقتله مش بعيد عليه. فلو تبقى غشيمه جامد ممكن تجيب. يبقى انا عاوز قفص احطه جنبها لمده اسبوعين ثلاثه. قدامها لحد ما تفطم الايه؟ لحد ما تفطم الصغيرين. تفطم الصغيرين، تفطم الصغيرين من هنا بدات الصغيرين تطلع تاكل في العيش وتتعامل عادي خالص بتنجيها مطلع الايه؟ واخد النتاية كده وسايب الصغيرين زي ما هم ومدخلها على الضغط في الايه؟ في العيش اللي في وشها. ما دام انت بقى اخدت معايا الحوار انا هسالك بقى بايه براحتي. طب دلوقتي هقول لك حاجه، دلوقتي انا عندي قناه على اليوتيوب. والقناه بتهتم بتربيه الدواجن وتربيه الطيور عموما. انا دلوقتي عندي قفص كبير. قفص كبير جامد. القفص ترشح لي اربي فيه نوع من الطيور بس تكون كلفته رخيصه. كل متابعين القناه قالوا لي هات اليمان. هو اليمان رخيص
بالنسبه لقصها شغله حلو عاد دخل الاطفال تمام ويفرح وبيفرح عادي بس فته كله تمام بس بقى الركعه التسويه السوق ده ما فيش تسويه ميت من الاخر طيب بلدنا هنا في المحموديه ميت مش اللي هو سوق يعتمد عليه زي معلش زي الجمهور زي اسكندريه لا السوق هناك شغال حلو هنا معلش سوقك مريح مش بايدك انت لان الاكل هنا غالي سنه المربين هنا بنطلع في السوق شغلها بره الشغل النظيف بيطلعوه بره بنزل هنا سوق المحموديه عندنا لا اصابه حمام مفيش حمام نظيفه طبعا تلاقي الموظف في الكلمه عيال صغيره ماسكه انواع حمام ياما طبعا عيال صغار مش فاهم بيهجوا يحط مثلا دكر بليلي مع دكر عبسي شغل كله حمام تهجين في بعض بيطلع في الاخر ايه حمام طور بلدي اي حمام ما كل اي تهجين حمام في بعضه يعتبر بلد طبعا الا لو انواع زي بعضها مقارنه زي بعضها اللي هي مثلا كذكر وشاجي كالتفاح مع داب ليدي لا ماشي ده كلام سليم انما طلع ودخل اي نوع تاني مع نوع تاني طبعا بيطلع ايه تهجينات بيبقى بلدي طيب ترشح لي اليمام ولا ترشح لي جوز حمام زينه نظيفه والله حسب مساحه القفص قفص كبير كبير قد ايه كام في كام ده هو متر في متر متر في متر متر في متر لا انت هتخش لك على جوز حمام زينه انضف جوز حمام زينه انضف طب انا شايف عندك انواع جميله هنا موجود طب توريني كده نوع يكون كويس واشتغل معه يكون سعره برضه حلو اتفرجنا على الوان عندك هنا ده احمر غزار ده اسمه ايه احمر غزار احمر غزار وريهولي كده هو هيجيبه يا معلم مش عارف امسك لك الطرش لسه لا ماشي 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 بسم الله ما شاء الله عليك تمام ده الفرق بينه وبين البلدي الفرق بينه وبين البلدي تجاليب اللون لون هنا احمر غزار اللي هو متسمي بلونه احمر غزار لونه العظمه جف لون العين من جوه طب الجوز ده عامل كام ده بيعمل 250 جنيه بيعمل 250 جنيه احمر غزار للنش اللي هو عنده غيه نش حمام ويطير الحمام ساعه العصير لا انا مش عايزين بقى النش انا عايزين حاجه تترفع السلاكه وتبقى حاجه ما تطيرش يعني مش عايزين حاجه تطير حاجه كزينه وتدي منظر جميل للقناه انت كده فهمت دماغي فهمت دماغي تمام هو اللي حاليا عندي في حاله تزينه حاليا من موضوع الحته الهزاز دي بس طبعا في اعلى منها ده هزاز هندي في هزاز اعلى منها طبعا ده برضه المستورد العالي اللي ايه ودي النتايه بتاعته اللي هو ده ذكر تاني نقطه بس هو بزود في النتايه حاليا عليه عشان دي النتايه لازم انا ازوفها ما اسيبهاش واقفه لوحدها فبزوفها شويه مع الذكر بسم الله ما شاء الله دي النتايه هزاز هندي تمام في طبعا هزاز امريكي في هزاز بولندي في حاجات اعلى ياما تمام لا ما يهمنيش عالي ولا حاجه انا عاوز بس حاجه شكلها حلو وتعيش في السلاك وتبقى كويسه اي حاجه ده الجزء عامل كام ده الجزء الهندي بيعمل 250 معروض بيعمل 250 جنيه معروض على مصدر محلات المحمودات تمن هو الجزء ماشي في المحمودات تمن على مصدر 250 طيب في انواع ثانيه ترشحها لي ولا لا؟ في اسود غزار برضه اسود غزار مش عايز حاجات النش دي تمام في لواحم برضه بس مش من بان الزينه من بان اللحم يعتبر جميل ده ايه ده ده لحم فرنسي مش لحم فرنسي زي الدكتوره اللي عندي ده مختوم عندك انت حاطط له الدبله بتاعته بخير لا ده دبله بلاستيك بيبقى المربين احيانا بيحطها عشان يفرجوا ما بين الذكر والانثى ده اللحم الفرنسي ده اللحم الفرنسي اصلي مش هجين ولا كلام ده اصلي طبعا واللحم واضح اللحم الفرنسي من اشهر انواع الحمام اللحم النهارده بقى منتشر منتشر جدا واي حد النهارده عنده اي قناعه عندي لحم معروف فرنسي. اللحم الفرنسي مسمى طبعا اللحم معروف ابيض شمعه ما فيهوش اي نقطه سودا بني اي لون تاني ما فيش اللحم ابيض شمعه الرجل حمراء الضوافر وردي زي ما انت شايفه الضوافر وردي البوز هنا وردي العين سودا يعني ما ينفعش بالعين حمراء ولا عين كلام من ده اللحم مميزاته ان اللحم مواصفاته اصلا تهجين بقى اي خلل تاني يبقى في تهجينه داخله تمام في تهجين داخله طبعا زي في حاجات تانية عندنا برضه اللحم الفرنسي ده اللحم الفرنساوي عامل 250 جنيه انت على فكره سعرك ممتاز تمام ادي الطيره النتايه دي بيو النتايه بيو طبعا حجمها زي ما انت شايف اكبر من حجم الدقه النتايه بيو اعلى من حجم الدقر دي نتايه بيور الدقر عادي لان اللحم بيتصنف لكذا صنف في العادي وفي البيور في منه العادي وفي البيور البيور ده بيبقى ضعف شويه في الحجم عن العادي طبعا الزغاليل بيعتمد في الاول وفي الاخر على الاهل
وفي الاكل ان انت بتوكل ايه عشان الزغلول يطلع معاك وزنه قد ايه بعد كده. صح كده. اللواحن بالذات تديها اكل تهتم بيها بالصلاه على النبي على الزغلول يوصل الزغلول صافي معاك الفرده الواحده توصل معاك كيلو الا ربع مستريح لو انت بتوكل صح. الله عليك معلومات ممتازه جدا. ما بتوكل في اكل في خلل معروف مش هتاخد الوزن بتاع الزغلول ده مستحيل. صحيح. لان احنا بنتعامل مع مربين بنستلموا منهم الزغلول على الميزانه شغلنا هنا ماشي معاهم ميزان. فلا لازم استلم الزغلول ميزان اخر لازم بيوكل انضف اكل. عندنا بقى انا شايف بسم الله ما شاء الله ده حجمه عامل زي الصاق. اللهم صل على النبي. ده ايه الحجم الجميل ده؟ لا ده ممتاز ده. ده ايه ده ايه الجمال ده؟ ده كرم مهجن. ده بكام يعني؟ ايه مهجن الاول؟ يعني ايه مهجن الاول؟ مهجن ده ما بيبقاش نوع صافي. ما بيبقاش نوع صافي ده مثلا. الاول انا عايز اشوف الحجم. الحجم حجم بسم الله ما شاء الله حجمه ضخم. الحجم ممتاز. طب وسنه؟ ده يعمل في حدود سنه وشويه. سنة وشوية. حلو. الحمام يعيش لحد 15 سنة مفيش مشكلة. تمام. ويوقف شغل بالظبط عندك عند 12 سنة لو صحت الحمامة طول ما هي عايشة عندك سليمة وبتاكل سليمة وبتاخد علاج منتظم مطهرات معوية مضادات حيوية اللي أنت ما تحاولش تهلك كبد الحمامة بكتر العلاج. عايز أسأل بس سؤال، دي حجمها كبير ليه؟ دي مهجن. مهجن ده عبارة عن إيه؟ زي ما إحنا قلنا لك في بداية الليلة قلت لك بتبقى في ناس بتهجن يجيب مثلا ذكر روماني انت فاهم معناته قوي يديك التهجينات. طب ولاده يبقوا ايه؟ ولاده عامه بيضعوا لحم. احنا بنبيعهم هجايم بنقول عليهم هجين حتى احنا بنقول عليه هاجين لحم بس هو بيجيب كزغلول لا زغلول. يا سلام. لان طبعا زي ما انت شايف الحنك هنا الصدر مجاله واسع. الصدر هنا مجاله واسع خالص ده كده انضف وافخم من اللحم الفرنسي. طب وده سعر الجزء عامل كام؟ ده عامل 250 زي زي اللحم زي زي اللحم. طب وريني التلت بتاعك دي متهجنة. مش حجم هي حجم اللحم لان دي متهجنة من اللحم. دي مهجنة لحم فقطاوي. التهجين مثلا يبقى عندي ذكر مثلا لحم مع نطايا قطاوي بهجن ده مع ده او بعكس توليد بخلف. لان ساعات في مثلا جزء بيبقى مع بعضه بيطلع عياله بتموت. الجوز مش متوفق مع بعض كل لما يطلع مره في الثانيه في الثالثه الجوز يطلع والعيال تموت. الدم واحد عايز تغيير دم. باجي جايب ذكر وانت تانيين واجي خالف الايه؟ ايوه الدم بحيث بعد كده الاهالي بالنسبه للاخوات في الحمام في الاخوات بالذات في دم احيانا ما بيركبش مع بعضه. في دم ما بيركبش مع بعضه لما بيركب مع بعضه مع التوليف والكلام ده بتطلع العالية معاصرة يا بتموت منك. بالنسبة كبيرة. ممتازة. معلومات ممتازة ممتازة. انا لا في التوصل من بدري وعاوز اشاور لك على الجزء اللي تحت. ايه الجزء اللي تحت؟ والالوان الجميلة دي. جزء جميل قوي. ده مثلا ده الحضان بتاعنا الشخصي. يعني ايه الحضان الشخصي؟ حاجة انت بتعتز بيها مثلا شخصية ليك؟ ده غير معروضة للبيع عن هذا بس انا هفرجك عليه. ده مش معروض للبيع لان انا انت بتكلمني وانا عينيا عليك. انا فاهم. والله. تمام. ده هجين باكستاني. بسم الله ما شاء الله الاول على جمال الحمام الاول. اسود في بني. لا 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 الجزء ده بسم الله ما شاء الله عليه شراب. ده هجين باكستاني في فلاحي في العيب. واخد تلات تهجينات في بعض. نقولهم فلاحي في باكستاني في العيب. اداك ده انت اللي مهجنه بنفسك. ده انا واخده من واحد صاحبي انا مهجنه على ايده. الله. بس ده. احنا بنختار الحاجه دي لان الحاجه دي احنا هنا انا واخد منه الجزء ده عامه هو في الاول وفي الاخر يقدر بالنسبه لنا احنا كمحلات هنا احنا بنقدره بلدي. الجزء ده بقى له معايا بالظبط سنه وشويه معايا في المحلات. من قبل ما افتح انا كنت فاتح في شارع الحدادين تحت. ما كانش ليه انتاج؟ ليه انتاج وبيبيضوا بيطلع. تمام؟ طبعا الجوز ده المميز اللي فيه بس الميزه الوحيده اللي احنا بنعتمده بيها عشان كده ما بنرضوش نبيعوه انه حنين زياده عن اللزوم وده من الحمام النادر انك تلاقي حمام حنينه. بمعنى ايه؟ معنى معلش ان انا عندي محل هنا عند اي حاجه في معرض في اي وقت ان حاجه من ده تبيض. اصبح ان في اسود غزار احمر غزار الحاجات دي في حاجات بتوكل عيالها وفي حاجات ما بتعرفش لان العظمه قصيره ما بتعرفش تملك التوكيل. لازم تحضيرات. طبعا احنا كمحلات ما بينفعش نعمل فحص حضارات هنا. فطبعا بنجيبه بس حنين زي ده وبنبقى واثقين من حنيته ان احنا مثلا باخد الحصوان هنا بحطها له بيجي راجل عليها في الارض. ما شاء الله. هو عنده حنيه وحنين سبحان الله ان هو بيرقد تلقائي على نفسه ويوكلهم عادي ومفيش مشاكل ما شاء الله عادي خالص.
طيب مثلا الجوز مثلا ما فيش حاليا بيض عندنا، الجوز شغال، الجوز بيضه برضه بيض كويس. الله ده انت فاهم يعني كده جالنا فيه بدل البيع مره واثنين وثلاثه وعشره وطبعا الناس هنا مش عايزه اشتري ده الفرخه بتاعتك. لا ما ينفعش طبعا نقول البيع الباقي لان هو طبعا الجوز ما يتعوضش ولو ده ما ينفعش. ربنا يبارك لك فيه، ربنا يبارك لك فيه. احنا جربنا كذا مره الحرام الحنايه ما بنلاقوهوش. المفروض تحتفظ بجوز من عياله برضو ليك. انا بفرخ لعياله بس ناس صحابي برضو بتحب الايه تمام. لما بتاع عياله لما اللي عند اصحابك مش هيضيع، اللي عند اصحابك انت هتاخد منهم برضو وقت ما تحب ولا كده. طبعا ما بيفرخش نفس اللون، بيفرخ الوان بني. سبحان الله سبحان الله. هنا اللون طيجر ابيض اسمر طيجر. بس في ريشه بني برضو، انا ملاحظه ان في ريشه بني لاحظتها يعني هنا. حاجات بسيطه مش الوان، لا ده بيطلع العيل بني بني. يا سبحان بني الله بني. شوفي الانتاج بتاعه حاجه غريبه والله. يعني تبص للاهالي يقولوا لي ده مش عيال دول، اقول لهم والله ده ولا عيال ده عيال. اصل انا يعني مش هقول لك ده عيال انواع عاليه احط تحت جوز حضان عندي. ما ينفعش، ده انا بدو لك بسعر البلد عادي يعني. بدو لك زغلولتين فلاح مش فارق معاك يعني. انت اصلا شغلتين بلدي بالنسبه لي ايه مش فارقه اصلا. انا يفرق معايا الاهالي بس عشان حنيتها وقعدتها عندنا تمام، لان دي اللي مشغلانا. يا ربنا يبارك لك فيه. تمام، فهي حاجات من الحنينه ديت ما بتتلاقش اليومين دول. طبعا بيجيبوا منتجات طبعا عطال نهائي، عشان هي من جاز حضان بيجيب منتج عطال نهائي اللي هي ما بتضيفش، يفضل عازلها سنه كامله عشان على وجود البيض ايه يتقطع نهائي عشان ما تضيفش. وجايب بيض بلاستيك حاطه تحتيها يجرب ان تايه هترقد عليه مع الوقت ولا لا. رجدت يجي ندخل لها بقى اختبار. لازم الاختبارات في الاول. في انواع حنينه ولا مش حنينه؟ في انواع بولوفات معلش، في صوافه، في الوزارات دي منها حاجات بولوفات، فمعلش التحضين لازما ابقى ضامن التحضين اللي انا هحضن تحتيه واثق فيه انه يعرف يحضن لي ولا لا. ايوه ده اصل ده شغل، ده وظيفه وظيفتك دي. لازم أنا اشوف الحضان ده هيعرف يستجيب معايا وهيستقبل الزغلول معايا صح وهيحضنوني ولا لا. تمام، قبل ما بدخل له اي نوع عالي انا بجيب مثلا لو مثلا بجرب البيضه البلاستيك سبتها امين، باجي بعدها اجي شايلها واجي احط له بيضه ايه مثلا على وش كسر هتفتح، بيضه هتفتح خلاص هتطلع الجنين. عمرها مثلا 15 يوم شوف هيوكلها ولا لا، اشوف التوكيل بقى. انا كده جربتك كبيض. رقدت وشفت منك رقده حلوه ودرجه الحراره هشوفها. تمام، لا عايز اشوفك بقى في التوكيل، لازم انا اجربك في توكيل لان معلش اللي هتخش له وانت اللي هدخله لك بعد كده حاجات بفلوس عاليه. صحيح، فانت معلش ده الحضان برده ما يختلفش سعرا عن الغالي. معلش لما اجيب جوز ب 1000 جنيه ولا ب 1500 جنيه ولا ب 2000 جنيه ايا يكن واخلي اهين الحضان ده طبعا غلط. الحضان ما ينفعش يتهان، الحضان جبته من جبته الجوز العالي لان هو اصلا مسؤوليته اكتر من الجوز العالي. صح، الجوز العالي هو اللي بيجيب لك العالي بس. هو اللي بيجيب لك العالي. هو اللي بيكبر لك الزغلول العالي. لو انت الحضان يبقى انت بتهين العالي. صحيح، وطبعا مش هيظبط الزغلول معاك، مش هينتج معاك. صح، مش معنى كده ان انت معلش جوز الحضان لا اديله عيش اديله مش عارف ايه واجلبه، لا ما انت لو هنت الجوز الحضان بتاعك يبقى انت بتهين الجوز العالي لان هو كده كده هيحط زغلول عاليه. صحيح والله، اصبح الزغلول اللي انت هتطلعه اصلا واجب. انت اديتنا معلومات جميله بصراحه، انت اديتنا معلومات جميله. متشكرين على اللقاء الجميل ده. لقاء جميل جدا ان شاء الله باذن الله. اللي انت عايزه الله يحفظك القناه وباذن الله باذن الله. المحل ده المحل فعلا بامانه يعني ادانا اسعار ممتازه. واسم المحل عشان برضو يبقى دعايه ليك. اسم المحل الغاوي لطيور الزينه، عشان انا غاوي الحمام اصلا. عشان انت غاوي. انا غاوي الحمام اصلا في الشارع. شارع المنشية اللي قصاد الكوبري التراب بجوار سوبر ماركت متولي سردين هنا في المنشية. تمام، عشان الناس تبعت لك عندك دكر ممتاز حاجة اخده منك ان شاء الله. دكر بادجي والنتايه تتحسس تبقى كويسه ويكون بادجي. تمام ماشي خلاص، ماشي بس كده احنا النتايه ونديك جوز مؤلف على بعضه بحيث ان انت برضه عندي النتايه. عندنا النتايه عايزين بس دكر. انت عايز ايه؟ اريحك من حوار التوليف لان في بعض المربيين ما بيعرفش ايه يولف. لان ده اللي عندي، لان ده اللي عندي عزيز عليا ولان الشجا بسم الله ما شاء الله عليه. فهو بالنسبه للتوليف طبعا حوار تاني. ايوه تمام ماشي، عايز التوليف ايه؟ حوار تاني. لا ده تمام. ودي وقتك؟ تعالي يا حبيبي. سيبها سيبها سيبها. امسك كده عصفوره كده ثواني. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا ريكسو دي طعمها جميل يا بسبوس. تاكل عصفورة؟ وهاتكم بالكوبايه. بسم الله سبحان الله. كنت جايب لها انا اللي... خلي بالك الفخارة تشرب المياه اللي فيه. هنزوده بس يا همين الأول. هنزوده هنزوده. يا رب بس تعرف بس المياه والأكل. ذكر ولا نتاي؟ طلعت نتاي. يعني بقى عندنا نتاي تاني. كنت فرحان قوي إن هذا. طلعت نتاي. وقال ميتة من جوه. ميتة من جوع وميتة من عطش. الله. ايوه 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 ايوه, أيوة. انطلق. خلاص يا تركه بسم الله ما شاء الله. شغل الفلاش يا بود. طيب خد خليني كده بسرعه. وزي ما قلت له في التعليقات برضه هيبقوا ايه؟ هيبقوا ضعاف شويه برضه. وزي ما قلت له في التعليقات احنا برضه مهتمين جدا لان احنا بنديهم بيض مسلوق كل فتره. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله عليك. بسم الله ما شاء الله. بيعض. بيعض زي الكبير بالظبط. يلا تاني ورين. تعالى يلا. يلا خش يلا.